عايز اقول للوزير من فضلك في ولد اسمه ابراهيم شيكا انا هساعده، واجب عليك وزير الشباب تساعده وما عنده سرطان. ده مين يا معلم؟ ولد اسمه كان لاعب في الهلال. الولد ده قعد سنتين يشتمني وكذيب، يقول لك ايه ان هو انا ما قلتوش للزمالك عشان اخد عموله. يا ابني تاني مرتضى منصور متبرع ب 151 مليون للزمالك، هياخد عموله 500 جنيه مرتضى منصور. انت حضرتك اعلنت دلوقتي ان انت هتساعده في علاجه. سيدي بقى في السكر تمام. ثانيه واحده تمام. ده 151 ايه مليون، ومليون دولار يعملوا كام؟ 60، يبقى 210 مليون. اللي متبرع 210 مليون مستني ياخد 50 جنيه يعني الضحك يعني تمام. فانا اللي بقوله رغم الناس بعتوا لي الشتيمه والكلام ده اللي هو البارك اللي يقول كان عامل لي كل يوم كده. هو اسمه ايه يا معلم؟ اسمه ابراهيم شيك. ابراهيم شيك. انا قلت له انا مصمم دي عمليه اخلاقيه مالهاش علاقه بيه. هتساعد؟ انا هعالج. وكلمت الوزير امبارح عشان لو عايز يخش مستشفى وانا برضه ساعد. ما اعرفش وزيك ده تصريح برضه كويس. بالظبط كده. ليه؟ البني ادم في الظروف دي بيبقى محتاج حد يطبطب عليه. صحيح. وينسى الاخطاء مثلا حتى لو كان انت والولد اللي بقى خلي بالك بس، والولد اللي بعت لي الفيديوهات فيها شتيمه عملت له ايه؟ العفو عند المقدره. عملت له بلوك. ليه؟ لان ده مش بني ادم، مش انسان. لان الولد في الظروف دي محتاج حد يطبطب فعلا يساعده يدعمه، مش محتاج حد يصفي معاه. بالظبط. هل الوزير بيدعم حسين لبيب؟ يعني انت شايف ان هو بيدعم حسين لبيب في الفتره دي؟ اساله يعني حضور حضرتك. بس حضرتك اكيد تواصلت معاه يا باشا. هم قابلوا الوزير واد اعتقد خالد اخ دي ثاني، قالوا له سامو كده محترم جدا. يوم ويوم بيسال عن عمري لسه، واول بوست نزل عزا مننا. انما في بني ادم احمد، في بني ادم تعبان ماشي.